هذا من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا. نبدأ بالأسئلة. أستاذي العزيز أبو طه، أستاذ دقمان الدامات. سيد دقمان حبيبي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا أبو أمل، أحمد الكاتب على المحاضرة. ولو كنت مطول بعد الساعة كنا نقعد، يعني كانت مشوقة حقيقة. الله يسلمك إن شاء الله. التاريخ يعني يما عندي اتجاه تاريخي، بس أكو نقطة اللي كم مرة تكررها أستاذ أبو أمل، وأنا قبل إذا حسب ما أتذكر بأنه دعيت لو تراجع النسخة القرآن اللي في برمنغهام موجودة، وأنا ذاك اليوم نزلت منها رابط تقدر تتصفح القرآن بالكامل، يعني تقريبا كل القرآن وتقدر تتصفح، نزلته على الواحة وكذلك على الفيسبوك. وهو عمره 1375 سنة، أي زمن الرسول أو ممكن 10 أو 20 سنة من بعد الرسول. وهذا المصحف منقط، مو كل حروفه منقطة، لكن أغلب حروفه، يعني الحروف المنقطة اللي لازم تنقط أكثر، مثل حرف التاء أكو حرف تاء منقط، حرف القاف منقط، حرف يمكن يعني تقريبا 5-6 حروف منقطة بشكل واضح. لا أشوفها حركات ماكو صحيح، لكن تنقيط اكو. بعدين صار تنقيط، ليش تفترض من اول يوم كان تنقيط؟ القرآن كان موجود، لو افترضنا صحة هذه النسخة يعني وتاريخ هذه النسخة، فالتنقيط بعدين قام ينقطون المصاحف الموجودة عندهم، قام ينقطون. والتاريخ يرجع للعصر النبوي. ايه ايه انا معك، عفوا انت كمل كلامك انا قاطعتك. قصدي في العهد النبوي، عهد الرسول صلى الله عليه، او ممكن بعد بعشر سنين، يعني هالفتره يعني مو ممكن انه خلال 3-4 سنين يبدا التنقيط والقران ينقط بهذه الطريقه. فيعني لازم هذا يعاد النظر في. انا من كنت من المعتقدين بان القران لم ينقط، بس لما اطلعت على هالنسخه وبحثت عنها بعمق وقرأتها وباوعت شفت ماكو شك فيها، واللي أعطانا العمر لا من السنة ولا من الشيعة، هم علماء تاريخ ومحتفظين بها بالجامعة، يعني قضية علمية، فلازم نصدق بكلامهم، لأن الناس ما لهم مصلحة في أن يكذبوا في التاريخ. هاي أولا. ثانيا بس هذا التعليق استاذ ابو امل في قضيه الاخباريين اللي قلت ممكن يكونوا موجودين او غير موجودين. لا بالعكس، اصلا اصوليين ماكو، الموجودين بهالزمن اغلب السنه والشيعة تقريبا كلهم اخباريين. انت من اهل الحوزه ويمكن تعرف هذا الشيء، وسيد كمال حيدر اكد عليك عده مرات بانه لا يوجد اصولي، بل الان المنهج اسم اصولي لكن منهج اخباري. وفي قضية القرآن أنت تدري بي، أنا كنت تقريبا سنة ونص من هيئة أمناء معهد القرآن التابع للعتبة العباسية في لندن، ورحت الكربلاء والدونة اللي هناك حتى يدرسونه، وشفت بأم عيني شلون يدرسون تحريف القرآن، يدرسون تحريف القرآن بكل صراحة وبكل وضوح وعلى التلفزيون وبالجلسات بحيث اللي أنا سويت تقريبا 7 حلقات في الرد عليهم على هذا الشيخ اللي كان مسؤول، بأنه يقول للأسف هكذا جمع القرآن، والقرآن الأصلي بيد الإمام المهدي، وهذا القرآن مو قرآن الأصلي، وهذا القرآن محرف وما إلى ذلك. ولما إجا في لندن كان يسوون المحاضرات، كان يصير بلبلة كبيرة بين الناس، وللأسف الناس كانوا صدقه، قالوا سبحان الله هذا القرآن اللي كنا إحنا نحترمه طلع هيجي. أنا سمعتهم بعيني، بالذات سمعتهم وشفتهم بعيني بأنه يعني قام يشككون بالقرآن. فالمنهج الأصولي هو المنهج قصدي الإخباري المتشدد المعتقد بتحريف القرآن، هو الغالب في الساحة الموجودة، وليس كالعلماء كمراجع صاحب الكتب يكتبون ما محرف، لكن من يأتي من بعدهم يعني الجو إيدهم من رجال الدين كلهم يعتقدون ويدرسون ويقولون على المنابر بأن القرآن محرف بطريقة أو أخرى. فقط هذا اللي أبينها، وأنت على علم بها، وأنا عدة محاضرة سويت. نعم. لا أنا ما أعتقد كلامك صحيح، ليس بالمطلق، وإنما صحيح ما تتفضل به أنه هناك مد أخباري الآن جديد مسيطر على الساحة، ولكنه لا يشمل ولا يعم الساحة. يعني الأمثلة اللي جبتها مثلا في العتبة العباسية، هناك معهد أو مثلا كذا لدراسة القرآن ويقولون بكذا وكذا، هذا لا يشمل عامة الشيعة، بالعكس في قوم في إيران هنا وهناك
عموم الشيعة لا يقبلون هذا. الأخبارية موجودة صحيح في كثير من الأشياء، وخاصة في موضوع نظرية الإمامة. نظرية الإمامة اللي هي أساس الكلام كله، يعني الموقف من هذا. ألقيت محاضرة عندكم قبل. العفو بس مداخلة، العفو أستاذ أحمد. صحيح أنه تقول مو الكل، لكن لما السيد كمال حيدر يتكلم بكلام كل الحوزات وكل الجهات الدينية وقفوا ضده وسكتوا وسووا جليس البيت، ولما ياسر الحبيب يتكلم الكل يقفوا ضده، لكن لما تطلع العتبة العباسية وتعلن بأن القرآن محرف ما سمعنا من أي مرجع ولا أي جهة دينية، لا من حوزة قم ولا من حوزة النجف يدينون هذا الأمر أبدا، فيعتفى ما يعني هذا الشيء يسموه. لا هم كل شيء ما يدينون، هم ساكتين صامتين ميتين، اللي يسمون نفسهم مراجع. والموقف من سيد كمال حيدري ليس حول هذا الموضوع، يعني هناك بحث آخر، فأرجو عدم الخلط بالموضوع. يعني الموقف العام للشيعة الآن هو وليس الآن، منذ أن كتب النور الطبرسي كتابه اللي اشتهر قبل أكثر من 100 سنة، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وأنا شفت هذا الكتاب في مكتبة مجلس الشورى في إيران. وهذا النقطة الأولى خلينا نتجاوزها، لأنه هذا ما يمكن نأخذ كلام واحد اثنين ثلاثة على أنه هذا هو رأي الشيعة الآن، لا بالحقيقة. هذا أولا. شيء ثاني، أنت تقول القرآن النسخة الأصلية، أنا ما شايفها بالحقيقة ولا أعرفها، وحتى لو كانت صحيحة، أنه أقصد يعني تاريخها من فلان سنة، فالتنقيط كما يقولون، يعني عندما بدأ التنقيط قاموا ينقطون المصاحف الموجودة، يعني لا يدل التنقيط على التاريخ كتابة المصحف نفسه. فالمصحف نفسه مكتوب بتاريخ معين، أي شيء كان التاريخ بأي زمن كان، والتنقيط اللي جاء بعدين، التنقيط جاء بعدين، وهذا متواتر ومثبت، و يعني أيضا علماء باحثون يؤكدون ذلك. ما في شك أن التنقيط والحركات وإضافة كلمة حرف الألف على بعض الكلمات هذه صارت في فترة مؤخرة، يعني بعدين صارت، فلا يمكن أن نعتمد على ما يقال عن هذا المصحف. تفضل سؤال ثاني إذا أكو. تسمح لي أبو أمل يسمعني؟ تفضل أستاذ لقمان. بالنسبة لنسخة برمنغهام، بس للعلم، هي يتم قياسها طريقة علمية معتمدة، يأخذون عينة من المادة العضوية اللي مكتوبة، يعني من الورق أو من الجلد أو من أي مادة عضوية، يعتمدون على الكربون نظير 12 وبه حسابات، وهي ما تعطيك السنة بالضبط، ولهذا هسه لو تروح تشوف هم ينطوك فترة زمنية يعني بها نسبة خطأ، يعني هم نفسهم يقولون ربما يعني بعد 70 سنة من الهجرة. هذا واحد. والشيء الثاني اللي النقطة اللي ذكرها هسه الأستاذ أحمد، نقطة كلش مهمة، يعني الإنسان يكون عنده مصحف مكتوب قديم ويحط عليه النقاط، فهذا أيضا تقريبا يجيب على الإشكال. فالقضية هسه احنا الآن يعني بشكل طبيعي الكتابة تطور، يعني هسه احنا النسخ الجديدة من القرآن الكريم حتى حاطي لك فيها أدوات تستطيع أن تقرأ فيها قراءة صحيحة، وكم تعرفون هذا الشيء. فهي وكأنه الله سبحانه وتعالى مهيئ كل الأسباب حتى القرآن ينحفظ من التحريف. إحنا السؤال الأهم اللي إحنا الآن